السلام عليكم. يبدو أنه الرقم الحقيقي لسرقة القرن لم يكشف لحد الآن. ما أعلن عنه في يوم اكتشاف هاي القصة هو سحب ما يقارب 4 تريليون، لكن على ما يبدو أن التحقيقات كشفت أكثر من ذلك بكثير، ولم تصل لحد الآن إلى الرقم اللي تمت سرقته، ولذلك يرجح بعض المعنيين وصول الرقم إلى 11 تريليون، يعني أكثر من 8 مليار دولار. هيئة النزاهة ألقت القبض على بعض المتهمين، آخرهم المدير المفوض لشركة القانت. قانت هذا القانت متهم بسرقة أكثر من تريليون، وكذلك والله العظيم ما أقدر أكمل. يعني قانت متهم بسرقة أكثر من تريليون، وكذلك متهم ألقي القبض عليه في الإمارات، فيما يزال عدد من المتهمين هاربين خارج العراق. أما ما عاد من هذه الأموال فهو 1 مليون دولار و155 مليون دينار عراقي حسب بيانات النزاهة، فيما يتوزع الكثير من هذه الأموال المسروقة على دول متعددة، منها الكويت اللي أعلن سفيرها في العراق عن الشروع بإسقاط الجنسية الكويتية عن متهمين بسرقة الأمانات الضريبية. أما نور زهير المتهم الرئيس في هذه السرقة فتقول النزاهة أنه مكفل وسيحاكم، في حين يقول بعض النواب أنه الخشية من الكشف عن كواليس السرقة هي على العملية السياسية بأكملها. فمن هو المتورط الحقيقي ومن يستطيع الكشف عن الأسماء المهمة التي سهلت ووفرت الحماية للسراق؟ أرحب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي دكتور غالب الدعمي الباحث في الشأن السياسي، والأستاذ سعيد ياسين المتخصص في مكافحة الفساد، ومن المفترض أن ينضم للأستاذ أمين ناصر الكاتب والصحفي من بيروت. حياكم الله ضيوف الأكارم، أهلا وسهلا بكم. حياك الله دكتور غالب. حياكم الله أستاذ سعيد. حياكم الله. فأنا ضحكت على هاي السالفة القانت، يعني مرت علي من كنت أكتب أن الشركة اسمها القانت، بس نسيت حتى ما ضحكت هناك، بس شفتها أنا ركزت، يعني قانت يسرق له مليون، لا 2 مليار تريليون 2 تريليون و82 هذا قانت، شلون ما قانت؟ يجوز اقل. شنو التطورات الجديده بهاي القصه؟ اكو تطورات شو صارت هاي الفتره؟ هي الفتره الاخيره انا اطلقت عليها اسبوع هيئه النزاهه اللي فتح ملفات جديده بشان هذا الموضوع، سرقه القرن اللي استاذ سعيد يقول هو مو سرقه القرن، اكو اقوى منه، وفعلا لكن بما انه صار مسار جدل، بما انه بجنبه سياسيه صارت، بما انه صارت تصفيه ايضا حسابات وطلعت، هم اللي طلعوها اعتقد تندموا على اخراجها لانه تخص اعتقد رؤوس مهمه في الدوله العراقيه الحاليه، اقصد يعني النظام بعد 2003 موجودين لهم دور كبير. هذه الاسماء اللي تعلن، يعني هذا استنتاجي انهم واجهه لا اكثر، اخذوا القليل واعطوا الكثير مما استلموه، يعني هذا اللي ماخذ 79 صك ثق المبلغ الماخذه ما يستاهل هاي الضجه اللي صارت عليه، والا هاي الاموال اللي هاي استلمت طبعا اغلبها طلع خارج العراق، اعتقد بقى منها تريليون دينار عراقي وبعض التفاصيل، وما تبقى هو خارج العراق. القصه الاولى تتحدث عن 3 مليار دولار و700 مليون دينار عراقي. شنو هاي القصة الأولى؟ يعني أول ما ظهرت القصة تتحدث عن سرقة الأمانات الضريبية بمقدار 3 مليار دولار و700 مليون، يعني بحدود 5 تريليون و200 مليار عراقي. رئيس هيئة النزاهة طبعا هم هو لحد هاللحظة كهيئة نزاهة ما عندهم إحصاء، هو أعلنها على الفضاء قال المبلغ يصل 6، أنا لا أقول له أكبر من هذا بكثير هذا المبلغ، وهناك تفاصيل 11 اذا ضفت لها الامانات الاخرى مالت الجمارك يصل هذا المبلغ 11 تريليون، اكثر من 11 تريليون.
يعني سرقه تريليون. شنو التريليون؟ لا التريليون شلون؟ شوف هسه هاي الضجه مال الجسور كلها 4 تريليون. 4 تريليون هاي الهوسه مال بغداد كلها هاي شوف المشاريع 4 تريليون. وتقول لي فوقها اكو اكبر من هاي وذني سرقة. وذني طبعا مال ابار اكبر من هاي السرقه. انا اقول ابار النفط اللي الف بير اللي بزمن صدام سواهن كاملات وطوها للشركات على انه غير منجزات. هاي شنو؟ اي طبعا شنو قصة ذنبي؟ قصة من هذه القصص اللي بعد 2003 بسبب الفساد والفشل والجهل وعدم دراية الوزراء في هذا الشأن. هسه ما أدري في وقت الوزير يعلم أنه هذه الآبار جاهزة وسلمت سوتها شركة الحفر العراقية وعطيت يعني هل الشركة يعني بس أستاذ غالب آبار عراقية كاملة معدل للإنتاج قفلها صدام حسين بسبب الحصار في وقته وكانت زائدة على الإنتاج. سووا جماعة حالهم فرص استثمارية رجعان فرص استثمارية من جديد؟ نعم ما خلت الشركات العالمية. أقول لك أنت يعني أكو ترى فضايح أعطيك فضيحة ب 30 ثانية. خمس مجازر بنتن البلديات وزارة الإسكان والعمار. كلفة المجزرة كلفتها هي والأرض أحكي لك على وحدة مال كربلاء 16 مليار دينار. مجزرة مال شنو هاي؟ لا مجزرة مال لحوم. مال لحوم؟ لحومي. ايه هاي الحائط شنو هالسؤال؟ كملتها هي واراضيها اعطتها المستثمر ولا ما كملتها؟ اعطتها المستثمر 150 مليون بالسنة، عمرها الافتراضي 25 سنة. حتى تفك المبلغ تحتاج 110 سنة. 110 سنة. زين خو انتم حتى تفك مبلغ المبلغ اللي اشتغلته شغلها. زين انتم خمني لو رطوا قاعد للمستثمر خلي يبنيها. خلي يبنيها هو مجزرة. وانتم اخذوا جاهز. هاي حالة من حالات الفساد اللي للأسف الشديد وقعنا فيها. ولو نفتح هذه الملفات يا أستاذ محمد في كل ملف في كل وزارة فضيحة كبرى ومنها العقارات. فإذا قضية سرقة القرين اللي الآن تحدث عن 4 تريليون هذه الأموال هربت خارج العراق. قلت لك لا هو قالوا 4 تريليون بالبداية 3 تريليون بعدين صار 4 تريليون كذا. لا لا شوف اكو ناس تخلط بين تريليون والدولار. ايه 3 مليار دولار و700 مليون. زين هاي بدايتها بالعملة الأمريكية. هاي بدايتها ايه ايه قيمت بدايتها قيمتها 5 تريليون و200 اذا حولناها العراقي. زين الان الارقام تقول 6 هاي الرسمية. سعيف اللي كلام سعيد وكلام غالب. الرسمية هاي رئيس النزاهة يقول المبلغ وصل 6 وبعد قابل الزيادة 6 تريليون. 6 تريليون 6 تريليون يعني بحوالي 5 مليار دولار. وهذا ايضا قابل للزيادة لهنا لانه ما يقدرون يفضحون المشكلة. ليش ما يقدرون يفضحون المشكلة؟ اكو ناس كبار يا هم الكبار. هسه احنا عندنا جهالة نرجع لها. ها عندك جهالة اللي ترجع لها ليه؟ اي حقيقة اقول لك اياها احنا ما نتناطر. يعني الناس الكبار ما مشمولين بالتحقيق ولا ودول عمال ولا شوف اكو ملات شبير ملات واحد لهوايه. لا شوف هو ملاتين واضحين بس اكو عمال عد الملا هم مسلسله. هذول الاخيرين ربما الباب المرحله الثالثه اكو وراهم بعد على منهم بعد ملات اخر. زين هسه هذول اللي لزموهم اعترفوا على الملاليش؟ مو كلهم اعترفوا. لا لا مو كلهم لزموهم. شو لزموهم؟ هو اول المتهم الاكبر بالقضيه النور. النور نعم. النور ما ماخذ المبالغ كلها. ما ماخذها؟ لا مو كلها. والله هو اللي تلبس الدعوه. اكبر من عنده يعني شال جزء من الفلوس انطاهن لمن؟ هو اخذوه للملاك خارج للملاليك مو ملاك للملاليك وزعهن على الملاليك. اي مع الملاليك هم اخذوا نصهم ودوها للملاك الاكبر. يعني ملاك فوق ملاك فوق ملاك طيب فوق ملاك. قضيه كبيره جدا لذلك الوضع. يعني هسه نور زهير ما ماخذ من عندهن ما اخذ اخذهن قليلات ما اخذ مقارنه بال نور زهير يدعي انه هذا اللي اخذهن بناء على وكالات رسميه من الشركات الاجنبيه. زين بالمناسبه اللي ساعدهم منه بالسرقه الدوائر الحكوميه. طبعا انا عندي شركه انا صيني عندي شركه اريد اخذ الامانات ورا انتهاء العمل ما يعطوني اياهن يعرقلوها علي شو اسوي اني اعيفن. هذا تراكمهم طيلة 16 سنة 17 سنة صار مبلغ كبير اجاهن القناص لو الصياد اخذهن غص بيهن صارت الفضيحة قرطهن. اي قرطهن وهواي قرطوهن بس اكو ناس خطية يعني لهم بس اللي ماخذ نور زهير عرفوهن ايش قد؟ نور زهير رجع 400 مليار لحد الان 400 مليار؟ مليار دينار اعتقد بعد مبلغ يسير يسدد اللي عنده هو. اعتقد وعنده عقارات وعنده كذا يسدد. بس انت الباقي المبلغ
يعني لأنه مو كل اللي عنده هسه هو. لا أكون بعد عالية بالتقديرات. يعني إحنا نحكي عن 6 تريليون. تريليون. لأن 400. هذا مرجع ل 400 مليار. قسم منهن بالمصرف. من المصرف النزاهة سحبتهن باسمه. زين. وقسم منهن لا سلمهن بشكل منطقي. هو عدد 46 عقار رجل. ولكن القضية ما محصورة به هو كشخص. لا أكو آخرين آخرين. هو يدعي يدعي انه جاب وكالات من الشركات الاجنبيه واستلم فلوسهم وهكذا دفعاته بالقضاء. واذا ثبت تبتن اذا تبتن ذني صحيحات هذا كل شيء ماكو كل شيء ما عليه اذا تبتن غير اذا ثبت صحه الوكالات لا شيء عليه. بعد انا وكيل محمد واستلمته او وكيلي انت وكيل غالب واستلمت ماكو شيء. زين هاي الشركات طالبت بفلوسها لان هاي شيء هي امانات الشركات هي. اما هذه الشركات اللي عاجزه عاجزه عن اثبات حقها والحصول عليها بسبب الاجراءات الروتينيه او ربما هذا الامر معد قد تضطر للتفاهم مع الذين اخذوا الامانات باستلام جزء من المبلغ واستلام جزء يعني مبلغ افضل من يروح المبلغ. السلطات الحكوميه تدري بذول الرؤوس اللي موجودين متورطين تعرفهم لو ما تعرفهم؟ والله شوف القضيه بس اكو فرق بين انه اعرفهم نقول كلهم فاسدين بس عليهم اثباتات شيء ثاني. هذا يا ابو الله يعرفونهم واحد 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 بالتفاصيل الممل وهم يعرفون بعضهم يتحدثون. مو قلت لك اكو بعض التفاصيل يعتبروها جانب شرعي ربما يعتبروها مال سائب يعني كلام كثير يعني ما له راي. مجهول المالك ما له راي. اموال عايفه مجهول المالك مو شركات هاي عندها عايفه تاركتها الشركات ما طالبت بها. لا خب هاي مسويت له وكالات قال لها روح في حين انه هاي ال 11 مليار انت بدل ما منطيها للدوله اعطيها للدوله حولها لاستثمار مشاريع بناء مشاريع عراقيه سكن 11 مليار تبني لي ايش قد؟ ايش قد تبني؟ لا لا بس بس بالتالي هي هاي اصلا مو املاك العراق يعني انا ملكي انا كصاحب شركه اجنبيه نعم اشتغل بالعراق كل هذه الاموال لا تعود ضريبي يعني هاي الضريبه بعدين ارجع اخذها بالمناسبه بالمناسبه هاي الاموال عليها ضرائب الحكومه العراقيه من ترجع يعني يقصون منها زين بعض هذا وصلت لمستوى معين عمر معين تاخذها الدوله تسيطر عليها هاي كلها انضربت عرض الحائط وجو الجماعه اخذوا المبالغ كاملة اللي واحد اسمه القانت واحد الحوت الأكبر واحد الفوارس واحد الرياح بغداد والأدهى من هذا المسجل الشركات في وزارة التجارة خمس شركات هنا زين كتب كتاب إلى البنك المركزي إنه هاي الشركات رصينة وهي بها مليون دينار عراقي مليونين دينار وكتب إنه هاي رصينة طلب البنك المركزي أخبار البنك المركزي استفسر هذه الشركات شنو معلوماتكم عنها يا وزارة التجارة باعتبار مسجل الشركات بالتجارة مدير زين عام زين هذا كتب خوش شركات ومنهن ممتازات وكذا وهذا أيضا مرتبط بشخص زعيم سياسي من الصفحة الثانية صفحة يا صفحة احنا عندنا ثلاث صفحات عندنا الصفحة الأولى الشيعية والسنية هذا لا هذا السنية من ايه من هذه الصفحة الغربية الصفحة الغربية هي شيء ايه من الشرقية من الغربية هاي ورانا كلام طيب التجارة فهي قضية شوف لذلك أقول لك الهواية يعني هي ملتمة كلها ملتمة سنة وشيعة وكرد هسا كرد ما عندي دليل بس عندي حسين كاوة كردي حسين كاوة اللي هو شبيه هذا من هو واحد من أصحاب الشركات بربي القاعد وهم هم لاغف هم لاغف بس قد لاغف هذا والله مبلغ 600 مليار 600 مليار ايه نعم ما شاء الله 100 مليار حياك الله استاذ سعيد حياك والله ما ادري هذا الحكي يضحك يبكي ماذا بصراحه حتى ما ادري شنو ايش قد ذني هسه صفات 6 مليار نزاهه يقولون النواب قسم منهم يقولون 11 واحد يقول ما ادري ايش قد صفت لو بعدي ما صافيه بعدي تتلاحق بسم الله الرحمن الرحيم تحيه لك حياك الله جناب الدكتور محمد وتحيه لاخي الدكتور غالب وللجمهور الكريم الحقيقه الارقام متوقع يعني من الممكن أن نتحدث بأرقام محددة ولكن يعني نستبق الأحداث يعني نستبق التحقيقات أدعي بأن أعرف الرقم اللي لحد الآن واصل إلى زين مليارية دولارية يعني بأكثر من 3 أضعاف المبلغ اللي تم إعلان أولا في أول اللي يعني هو كان 3 أو 4 مليار 3 مليار و700 3 مليار في 3 لازم نسويها عليه حزورة
حتى مو احنا امامنا تحقيقات وامامنا شو اسمه فما نريد نستبق أزيع. فنخليها لذكاء المواطن هذا الجانب. الجانب الاخر الحقيقه ابحث عن الجانب الايجابي بان هنالك تحقيقات مستمره وهذه التحقيقات تكشف يوم بعد يوم مستجدات. كنا فقط في فرد واحد اسمه نور زوير، الان نحن امامنا 8 شركات. لا 5 شركات، 8 اشخاص. 8 اشخاص وامامنا ايضا 30 اسم. زين شنو 30 اسم؟ بالضريبه 22 اسم، وما عدا الموظفين. ما عدا الموظفين ذول الاسماء شنو 30 اسم؟ لا ذول اللي مشتركين، يعني هسه احنا تكتشف نجيبها من التجارة إلى وزارة المالية، هيئة الضرائب، مصرف الرافدين، والتحويلات المالية، جهات سياسية، والبقية. احنا هذه الأسماء اللي تشوفها كلها واجهة، كلها واجهة، وهاي الواجهة محمية سياسيا. نقطة على السطر. فهذا لا زالت هاي الواجهه محميه سياسيا. ذول اللي قاعد الان تحت سلطه القضاء والتحقيقات والتحري والتحقيق والتدقيق هيئه النزاهه. فبما انه الحكومه هي تدعم هيئه النزاهه وفاس يعني نعطيها المجال الكامل، وهنالك لجنه اسناد يعني لمكافحه الفساد، فأي واحد يظهر اسمه بالتحقيقات ثاني يوم يجيبوه. قبل كان هذه الأوامر القبض أو الاستخدام كانت تسرق. كم واحد هسه بالسجن على هاي السرقة، سرقة الأمانات؟ لا الغالبية ما موقوفين، أنا حد علمي هؤلاء مطلوبين، صار تنسيق مع الكويت، هنالك 2 إسقاط، لأن وفق القانون الدولي الدولة الأم إذا عندها دعوة أو استرداد لأي واحد مزدوج الجنسية من حق الدولة الأم أن تمام. بس دول بالكويت شنو هم؟ منو هم؟ شركة يسموه القانون الفوارس. الفوارس إيه. منو هذا؟ بس دولة ما أخذوا هواية، دولة أخذوا 127 دينار، مليون دولار، قدموا مساعدات لإنجاز هذه العملية اللي هم دول كويتيين عراقيين بس بدون مجنسين كويت، تجنسوا كويت بس هم أصلا. كم واحد دولة؟ 2 أخوة. بس راح يسرقون جنسيتهم كويت تريدها من الله لله ويحولوا مع العراق، راح يجيبوهم ان شاء الله. فهذا فالجانب اسمهم تقدر يعني معروف اعرفهم بس ما اقدر اذكر اسمهم. الجانب الاخر عندنا موجودين في اقليم كردستان سواء شركتين او شركه واحده. شركتين وبالنتيجه البقيه موجودين، 1 ب2 3 بعدنا 5 كوبيهم خارج العراق، يعني ما موجودين داخل العراق. زين. ولكن استردادهم شبه مضمون، يعني فقط تقدم الأوراق وفق يعني معادلة تبادل المساعدة القانونية بين الدول، خصوصا الدول العربية، لأن الدول أغلبهم بالدول العربية. هذا الجانب استردادهم موجود، ولذلك أعيد يعني وأقول بأنه الجانب الإيجابي إحنا دنلامس سيادة القانون وإنفاذ القانون، يعني بقوة القانون، وهذه إشارة مهمة جدا حقيقة. وين تلامس؟ إذا تقول لي ما حد يوصلهم لأن وراهم ناس كبار. خل أحكي لك. ودولة محميين. خل أحكي لك. خل أحكي لك. وين التلامس؟ خل أحكي لك. نور زهير أنطى اعترافات ما لا يتخيله بشر. شلون يعني؟ مثلا عليهم الاعتراف. اعتراف قائمة من الاعترافات، ولذلك القضاء تعاون مع هيئة النزاهة قاعد يتابعون الأمور خطوة بخطوة. لا هو شنو اللي اعترف؟ يبقى عندنا لا أنت لا تسمي لي، أنا لا تسمي لي ولا أريد ورطك، وأنا هم لا ما مو مسألة، أنا أعرف حدودي القانونية وين. هو واضح. إيه. شنو الاعترافات اللي اعترفهن مثلاً؟ إنه أكو ناس تفصيلات كاملة. ها؟ تفصيلات كاملة. إيه. تفصيلات كاملة. شنو مثلاً؟ ايش رايك تعقلبي تفصيل؟ اي طبعا اي شنو مثلا؟ فهمني ودا اقول لك ما لا يتخيل احد. ناطين اعتراف. نتخيل كل شيء اخوي. قل لي شنو ما يخالف، قل لي مثلا فتشي قل لي مثلا هو كان خلا انا اعطيك اياه. شوف هو كان يشتغل ويا مجموعه من السياسيين، قرايب حج فلان وقرايب حج فلان، وكان يودي لهم جزء من هاي الفلوس وهم اللي انطوه اياه،
غير قل لي هسه هيك مثلا. لا هذه بسيطه. ايه كان شنو اكثر من هاي؟ طبعا. شنو مثلا؟ طبعا. ولذلك حقيقه خل احكي لك هذا السبق. ايه بوقتها حكيت ويا احد المسؤولين. ايه فقلت اللي اطلبه من عندكم ان يطلع واحد من القضاء يشرح للناس في بدايتها. ايه فطلع الرجل قاضي التحقيق وشرح الـ 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 الامور كامله. زين. يعني بمعنى صيغه ابلاغ الراي العام والافصاح عن المعلومات، هنالك معلومات من الممكن افصاح عنها. زين. بنفس الوقت هناك قيود على كثير من المعلومات خصوصا في على التحقيقات اللي غير مكتمله. بس تعطيتني سبق يعني؟ هذا السبق اللي اعطيتني اياه؟ طلع لك القاضي معلومات ما ينفصح عنها، هذا السبق مثلا؟ شو اسوي؟ طلع لك. لا مو طلع لا تسع قلبي. طلع لك القاضي قاضي التحقيق قال لك واحد اثنين ثلاثه اربعه خلال 50 ساعة حكى بما مطلوب، فما اكو معلومات ما يجوز التحدث فيها. انا مدى الشاطر هاي الحلقة، هاي الحلقة يمكن راح تجيك جلطة ثانية. مدى لا شوين استاذ محمد مدى الشاطر، ولكن خذها مني. والجمهور يعرف يعني انا من التحدث اتحدث عن معلومة. زين. معلومات متكاملة لدى القضاء فقط تكييف القانوني واستكمال التحري والتدقيق من هيئة النزاهة من اجل ان ياخذ شكل الشكل القانوني. نور زهير اعترف اعترافات ما يقدر يتخيلها اي واحد. شو ذاك نور زهير يفتر بسويسرا يقولون ما ادري وين يفتر. لا 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 رجل لا مقيد الحركه مكفول وعليه لحظه يعني يرجع للمحاكم. هاي النقطه. النقطه الاخ استاذ محمد، احنا دائما نحكي فقط بالسجن. زين. انا واحد من الناس غير. انا قبل 3 سنوات لحد الان غيرت عقيدتي بالسجن. شلون؟ غيرت عقيدتي بالسجن، قلت لا جيبوا فلوسنا اخويا واذهبوا انتم الطلقاء. مو راح يرجعوا يبوق مره ثانيه. لا لا مو خلي ناخذ اجراءات بعدم تكرار هذه الجرائم. ومثل ما وحتى قلت مثل ما قيل لي لا مساس للسامري. لا يعني شبهتهم بالطلقاء وشبهتهم بالسامري. اكو اقصى منها ولكن بالنتيجه السامري احسن منهم. بالنتيجه استاذ محمد احنا نريد فلوسنا. كل شيء ما تعرف. احنا نريد فلوسنا لان ذولا اذا دخلوا سجن حتى يفسدون السجن. بعد فلوسكم صارت بالانتخابات توزعت جزء منها. تبقى جميع الموجودات يتم حجزها والاموال المستثمره عائداتها ايضا تسترد. تمام. وليس فقط اصل المال. استاذ امين حياك الله. حياك الله وبياك. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. شنو الطفار اللي وصل لك من سرقة القرن ببيروت؟ يقول لكم متهم بيروت كبير ثقيل ما قاعد يقدرون يجيبونه لحد هاي اللحظة. مو واحد هسه الطفار يوصل. هسه الطفار يوصلنا بالحرامية. البس يوصلني بالفلوس. ها بداية تحية لك. يوصلك من الحرامية. تحية لك. تحية تحية لك محمد وتحية لأخي الكبير الأستاذ سعيد ياسين الله يحفظك لجميع المشاهدين الكرام. أنا ما أعرف الضيف الآخر بالاستوديو. دكتور غالب. دكتور غالب الدعمي. تحياتي للدكتور غالب. نعم هذا الطشهار اللي تتحدث عنه هو في داخل العراق وخارجه. في داخل العراق مثل ما أسلفنا في حلقة ماضية مع جنابكم تحول إلى عقارات، ولهذا ارتفعت اسعار العقارات في داخل بغداد بطريقه جنونيه، لا سيما منطقه المنصور والحارثيه والجادريه، بحيث صار يقولهم نور زهير للسماسره جيبوا لي حيل عقار وبيش ما كان، يعني لانه حوله الى فلوس، لان كان عندهم صعوبه باخراج الاموال، لانه المبالغ كل المبالغ التي تتحدث عنها السلطات الان هي مبالغ لا تلامس الحقيقه. يعني مثلا هذا ابو لبنان، واحنا نتحدث عن لبنان، اسمه عبد المهدي توفيق مهدي، 2 تريليون و283 مليار دينار. اوقف هذا اوقف اوقف لحظه اسمه شو يشتغل هذا؟ هذا ايه محل فلافل. ما ادري شو يشتغل. ها؟ هذا عبد المهدي يشتغل وين نور زهير وين الحجاج؟ زي. هذا مستلم 155 صك بمبالغ من حسابات الامانات الضريبيه وهرب الى لبنان. شخص اخر طبعا هذا بحسب المؤتمر الصحفي للقاضي الشجاع رئيس هيئه النزاهه الاستاذ حيدر حنون اوجه له تحيه، اللي الرجل حقيقه ده يشتغل، وانا قلتها يعني هذه النزاهه
هي يعني للمرة الأولى تعمل بهذه الطريقة. طبعا طيلة هذه السنوات يعملون لكن الضغوط كانت أكبر. احنا أهلنا يقولون يعني الشك كبير والشون ورقعة صغيرة. متشرة فلوس العراق وكلها محمية. أكو غيره هذا بيروت؟ أكو غيره هذا بيروت؟ طبعا الثاني هو علاء خلف العمر، هذا 497 مليار واثنينهم في لبنان، واحد من عدهم ألقي القبض عليه من قبل السلطات اللبنانية بحسب مذكرة جلب حمراء انتربول دولية وبحسب مذكرات من القضاء العراقي، لكن تم إطلاق سراحه من قبل القضاء اللبناني وأحدث شرخ وأحدث ضجة، ولهذا كان تمت إشارات من قبل السيد حيدر حنون في مؤتمر الأخير عن عدم تعاون القضاء اللبناني. القضاء اللبناني الذي تعاون معه القضاء العراقي في أكثر من موقف وأكثر من دعم. سنة الماضية القضاة العراقيين تبرعوا من مالهم الخاص، لأنه القضاء لا يتلقى الدعم من الدول بل القضاة العراقيين، حتى ما يتعرض القاضي اللبناني للانهيار بسبب انهيار الوضع الاقتصادي تبرعوا لهم من مالهم الخاص وأجوا لبنان وطوهم قرابة 600 ألف دولار. والعراق كذلك الدولة الوحيدة المادة يدعون إلى لبنان بالنفط لفيول زيت الوقود الفيول اللي تحول إلى طاقة كهرباء وبالتعليم بالصحة بكل المجالات، وبالتالي هذا يؤدي إلى تلمة في العلاقات لا سيما على مستوى التبادل. قل الذولة الذولة قل الذولة يشترون هذا مشهد. أمين 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 بس اسمح لي. أمين أمين أمين. نعم نعم. قلت ذولة الجماعة يشتغلون ويا نور زهير ويا الحجاج. الحجاج منو؟ هسه شنو انت تري تورطنا على اساس سعيد يمك يعرفهم هو يقول لك كلهم يعرفوا كلهم يعرفوا. وصف لي الحجاج وصف لي اياهم. لا وصف لي اياهم لا سميهم وصف لي اياهم. حجاج شلون عين عين ابوه خشمه خشمه ابوه حلقه حلقه اخوه هذا مو حجاج هو عين عيني عزيزي. احد الوزراء يقول احنا مثلا قاعدين هاي القاعده قاعد انا يقول يدخل نور زهير على مجموعة من الحجاج ويا جماعة الحبر برشية بيتهم كل واحد بجنطة 10 مليون دولار ويشمر بأحضارهم. فكان يتصرف مع الطبقة بهذه الطريقة، تحدث إبان حكومة الكاظمي، لكن حكومة الكاظمي كانت حكومة شراكة، يعني الكل كان يعلم بالسرقة، الكل كان يعرف، ولقد نبهنا عن تلك السرقة قبل 7 أو 8 سنوات وبالأسماء. يتذكر الأستاذ سعيد ياسين الاسم اللي ذكرته هسه بعد ما أدري، يعني نرجع نعيد مرة ثانية. يعني المقربين من جهات نافذة في الحكومات المتعاقبة حتى الحالية هم الذين تورطوا بقضية سرقة القرن مع نور زهير. بعضهم كان يرأس الموانئ ميناء مقصر، بعدين نقلوه على الجمارك، بعدين نقلوه على الضرائب، بعدين نقلوه على المادري إيش، بعدين مطلوب، بعدين هيتم الجبوري، بعدين ما أدري إيش، بعدين فريق الكاظمي. الكل متورط بس كل يوزع فلوس، يعني هي عبارة عن سرقة المال العام من الدولة وتقسيمه على المشتركين بالدولة نهيبة كبيرة وما حد يدري بها. هسه الجماعة يلملمون من هذا شوية، تعالي رجعي لي أنت نصف، مثلا مرت هيتم رجعي لي نصف وانت ابقي نصف، مرت هذا نور زهير نور زهير ايش عندك عقارات نبيع من بيع. بس أنا شوي عندي نقطة نظام مع الأخ سعيد، هو يقول أنا مع إطلاق السراح اذهبوا أنتم الطلقاء ومع جلب الأموال. لا، هذا حتى جلدي، هذا اللي يسرق المال العام يكون حتى جلده ينصرخ عنه وعن اللي خلفوه. البلد أمام انهيارات كبيرة، عندنا ناس تقاتل اليوم، إحنا عندنا تعرض بالموصل، عندنا ناس ما أخذ فلوس بالحشد ولو صار مرجعية ذاك اليوم طلع سيد حميد لازري يشكي، ما عندهم يأكلون، ما عندهم يقاتلون، ما عندهم عقر رصاصة، وهذا والله قاعد تتعرض على يصل فلوس ومواكبه ويطبخ للحسين ويروح بي آي بي حج ما أدري وين الأخري. هذه الأضحوك الكذبة الكبيرة شنو على والله أنت عود بعدين نرجع من عندك اقتصاد ولا هذا يسلخ بعدين داخل الحبس داخل السجين تنتزع من عنده هذه الأموال. شلون احنا نراجع على أموال أو نحاول نسترد أموال العراق السابقة في زمن النظام البائد، الأموال المهربة في زمن صدام، أموال العراق في الخارج عقارات بنايات أرصدة إلى آخره. شلون دولي بعد قسم العتم صاروا أموات العائلة الحاكمة للطاغية صدام، شلون نقدر نرجعها؟ شلون تقدر ترجعها من ميت؟ هذا الحي لازم يودع الحبس ولا فرض القانون
القانون ماكو بالكنيس، ولهذا صارت الناس تشتم الدولة، صارت الناس تشتم القضاء. ها قادرين علي يسرق علبتك النكس تدبوه 6 أشهر و7 أشهر، قادرين علي يضرب إشارة ضوئية تدبوه بالكذا إلى آخر. سرقة القرن فضيحة كبيرة في وجه النظام السياسي العراقي المتورط في هذه الفضيحة، الطبقة السياسية العراقية وكلهم يعلموا بكلهم أو بعضهم يعلموا ببعضهم. منو مشترك؟ نوبل ما مشترك، ما يقول هذا مشترك لأن يدري، بس يستحي يشاركه بالعمل بالانتخاب. زين اكو يعني واحد، اكو واحد ما مشترك، اكو واحد ما مشترك. والله ما ازكيهم، انا ما اعرف هسه ما ادري. لا ازكيهم، معنى عزيزي لا ازكيهم ولا الاتهام بالمجمل، لانه يعني اطلاق الاحكام بطريقه جمعيه. بس احنا بس اسمح لي، بس اسمح لي، بس اسمح لي، بس اسمح لي، انا ما ما كان بحلقه وعلى الراي العام. هسه احنا بيناتنا من نسولف بدنا نحكي على الهواء شنو بيناتنا؟ لا قول في سوقوفني هو امين صحفي ويعرف شلون يردني. احنا بيناتنا من نسولف نعرفهم واحد واحد، الله وكيلك، بس ما نقدر نحكي لان احنا مو سلطه قضائيه ولا عندنا اثباتات، ولا عندنا اثباتات عليهم. بس هسه احنا اذا نحسبهم وهيك تصفن ببالك، لقيت واحد ما مشارك بيها؟ يعني هذا سؤال إلي؟ إيه. يعني يقال إنه سين من الناس أو صاد لم شو إحنا عدنا هنا يقولون ترى الشاف شارك، مو مولانا يعني طبعاً. الشاف البوقة وسكت شارك، خوف قبل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الساكت على الحق شيطان أخرس. زين تعال مولانا، يعني سلطة قضائية، سلطة تنفيذية، سلطة رابعة، ريع عام، إعلام، كل هذه السلطات سلطة تشريعية، البرلمان، إذا الكل يعلم وساكت وصامت هذه مصيبة، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يعني قضية إنه هذا يدري وساكت وهذا ما يدري وهذا ما مشارك ولا آخر. نور زهير محمي من من؟ نور زهير الآن حديث عن يعني تدخله في كبرى عمليات الاستثمار في الدولة العراقية. نور زهير المشاريع والمجمعات السكنية على قدم وساق. نور زهير يشيل مدير وينزل مدير ويطلع وزير ويشيل وزير. هاي شنو هاي هسه هسه هسه؟ لا 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 هسه هسه نور زهير يجيب وزير وينصب وزير ويشيل ويطلع والله وزير؟ والله انا 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 اسمع من خلال تصريحات نواب الشرعية البرلمانية على الهواء يطلعون يقولون نور زهير، يقولون نور زهير مثلا الاخت العزيزة سروة عبد الواحد عندها حلقة تقول نور زهير اقوى من قبل الان. اقوى من منو؟ اقوى من قبل. آه. نور زهير الان اقوى من قبل. اقوى منين؟ يقول اقوى من قبل. اقوى من ذي قبل، اقوى من السابق يعني. ايه تمام. ايه سولف يعني لي. شوف عزيزي سالم محمد، نور زهير هذا اللي جابوه مثل القرد وخلوه بزنزانه، وشفنا صورته بالمطار وكذا، وانتصرنا للدوله وانتفضنا طبعا كذا. نور زهير بعدين يعني هذا الموكب الكبير من السيارات والحمايات والقصور والكذا، يعني هذا اللص يعامل بهذه الطريقه. هاي تريليونات ايش قد والله رحمه على جدك حتى ما اشوف خلل بس المناظر. 2 تريليون و283 مليار. امين انا تحركت الكاميرا، تحركت كاميرتك تحركها عدلها. تعال 2 تريليون عفوا اعزائي المشاهدين، 2 تريليون و283 مليار، وذاك 497. واكو مفارقه، اكو عنصر بخليه الصقور بان مقاتله داعش، مكسور الضوء اللايت مال الباك لايت مال السياره اثناء عمليه نقله لمواد يعني متفجره من سياره سياره، عمليه استباقيه. تعرف شلون كان يشتغل الحاج المجاهد الكبير ابو علي البصري اوجه له تحيه. فهذا العنصر يعني انكسر البقلايت اثناء عمليه كان ممكن يموتون بها الالاف من الزوار. هذا الى الان مجالس تحقيقيه على البقلايت، كتابنا وكتابكم، وجيبوا ودوا لنا زعل. وهنا مع نور زهير على الحاج نور زهير بالصلوات على محمد وعلى محمد. دكتور غالب شنو المعلومات الاخرى؟ يعني هسه شنو وين وصلوا الجماعه؟ شوف انا من يعني اتفق مع استاذ امين في انه هيئه النزاهه فعلا اجادت في عملها اجاده تامه، ومن الذين اتمنى ان يستمر التحقيق لسنوات 3 4 5، لان بعض الذين
يشار إليهم أنهم اشتركوا في هذا أو لهم حصة في هذا المبالغ، ولم ترد أسماءهم في التفاصيل، ولكن الواجهاتهم هي موجودة. بالمناسبة أنا ربما بعض المعلومات اللي على سبيل الشخص عبد الرحمن محمد اللي ساكن هسه بأربيل ما أخذ 600 مليار زين، هذا مو أخذ هو أخذ جزء بسيط، هو صح استلم الصكوك. أبو القاند عبد المهدي توفيق اللي استلم 155 صك، هاي الأموال ما أخذها، هو صار أداة أخذ الأموال. بس أنا أريد أسأل سؤال، 40 مليار دينار يتم استلامهم من مصرف، هاي وجبة واحدة، من مصرف في الرافدين في المنصور، مدير المصرف في الرافدين ما يدري؟ معقولة يعني؟ ما قال انهجم بيتي احنا نروح على 1000 دينار تنقلب الدنيا؟ صحيح، والله ما خليت اني لي تسحب كم فلس عندي 4000 دولار بالتي بي اي خبصت الدنيا اسبوعين يلا طوني هن بالقوة، يعني ما خليت شبكة التواصل ما قلتها. زين هذا 40 مليار من مصرف محلي في منصف المنصور، واكو عندهم بالايداعات وبالصندوق اعتقد هكذا انا فاهم انه تطلع مباشره، يابا اليوم عندنا حركه ايداع غير طبيعيه او حركه سحب غير طبيعيه، منو سحب؟ سحبوهم بالبوكسات وطلعوا يعني شنو. فاذا عمليه كبيره كبيره مثل هذا ابو امانه بغداد اللي استلم 200 مليار بنفس اليوم سلفه وكذا واستلمها وطلع 200 مليار اي 200 200 مليار اي والله استلم بنفس اليوم، نفس اليوم من 11 للوحده كمل كلمه من الامانه ومن المصرف في وقتها. شنو في وقتها؟ هم خذنا وراح؟ الأحساء انضافت على مشاريع هاي. المهم طريقه السحب انا احكي لك زين، مو بهالامانه بالمناسبه، ولا بالكاظم ولا بالعبد المهدي تمام بالاسبق يعني قبل اي. فاذا زمن حكومه سيد المالك اعتقد، اذا القصه هنا انه اكو سلسله، بعض هاي السلسله الان لم يستدعى. لم يستدعى ليش؟ ما اعرف يعني، مسجل الشركات ما استدعى لحد الان. والان مدير عام اعتقد بالتجاره موجود تمام، سلم مديريه اخرى اعتقد زين زين. المصرف الرافدين ما اجى، بس ماكو عقوبه؟ احنا هذا كل الحكي هذا كله بالاعلام، كله بالاعلام يعني الكلام اعلامي اعلامي اعلامي، اكو تحقيقات بالنزاهي، بس ماكو عقوبه رادعه بعد لهذا الاستهتار بعد؟ هذا هذا اكثر من هذا الاستهتار بعد؟ شوف شوف العقوبة يعني وش قد صار للموضوع؟ لا لا اسمح لي، ماكو اي عقوبه رادعه لاي شخص. انا مو قلت لك، قلت لك القرار الحالي راح يخفي حقائق، لانه هذه الحقائق اكو عليها ظل وتكتم من شخصيات مهمه، هاي تضعف الايام المقبله، تضعف وايد شخصيات هاي. فمن يستمر سنتين وثلاثه حق الدوله لا يسقط بالتقادم، حق الناس ما يسقط بالتقادم. فمن يستمر التحقيق لأربع سنوات راح نصل لهؤلاء ويعنون الحقائق ويكشفون جوانب أخرى. هي قلت لك مشكلة، يعتقدون هذه الأمانات مجهولة، فمن حقك تأخذ يا أستاذ محمد، حقك يا غالب الدعم. لا هذا هذا هو هذا اللي يبوبها، هو الحرام يبوبها أنه مجهولة أنه كذا، هذا ما له علاقة بتبويبه. إحنا في دولة، إحنا في دولة المفروض هذا اللي يحاسب، اللي قال لك أمين يقول البقلايت مال السيارة انكسر لحد الان مجالس تحقيقيه، مسدس شهيد يستشهد والمسدس ماله يروح ما يصرفون له راتبه من انا من يسوون عليه مجلس تحقيقي. فلاش مؤمر الحكم عليه 7 سنين رحم الله والديك. زين وهذا اللي بايق هاي التريليونات اللي حتى ارقامها ما نعرف نقولها ايش قد. زين هذا لحد الان والله منتظرين نور زهير يفتر بالشوارع ويقول لك اقوى من السابق. ها ما سمعت امين شو يقول؟ هسه هذا الموضوع بعيدين عنا، من هو وراه من هو قدامه، هل فعلا قوي هل فعلا ضعيف، هل الأموال إحنا عندنا نعرف إنه السلطة ما المال سلطة، صاحب المال عنده سلطة زين، كيف إذا عنده سلاح وعنده سلطة وعنده منصب وعنده 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 وعنده؟ فهاي قضية تحرك الأموال وهاي الأسماء الكبيرة الموجودة الآن، وأنا أشوف أكثر ناس المظلومين هم اللي يتم التعامل معهم بالإعلام، مو مظلومين يعني ما باقين لا لا لا، أقصدهم حجم الكلام اللي أثير عليهم أقل من الآخرين الذين لم يذكر أسماءهم في التحقيق ولا في الإعلام، وهم أصحاب شين يعني. هذا شلون إحنا نسميه بالإعلام حارس البوابة قاعد على مكان عالي وكل سلسلة خلفه، مدير التحرير قبل سكرتير التحرير المراسل زين. شوية شوية هذاك يأكل يأخذ، بس هو قاعد ما إلى اسم، قضية ما تقدر تجيبه يا أخي.
هسه مدير عام انا معينه. لا ما تقدر تجيبه ليش يعني؟ ما موجود اسمه بالتحقيق. ما موجود بالتحقيق. ما موجود شلون تجيبه؟ ما موجود تحقيق. شلون عرفت اكو ناس وراهم اذا ما موجود بالتحقيق؟ حبيبي انا وزير التجاره جايبني محمد الخزاعي انا ابوك لمن غير محمد الخزاعي؟ هاي القصه. القصه هنايه الجهات الحزبيه اللي انا ادعو الى محاسبه الجهه السياسيه اللي رشحت وزير فاسد ورشحت امين فاسد ورشحت مدير عام فاسد. اقول لك فشي، وزير عبد الامير علاوي ودى كتاب المدير المصرف زين، قال له هاي الاموال ما تنصرف. انصرفت غصبا على عبد الامير علاوي؟ طبعا. شو ليش ما اتخذ كتاب رسمي؟ ما اتخذ اجراء عبد الامير علاوي ليش ما ليش من اجى ما قدروا يوقفونه؟ لا ما اتخذ اجراء هو بعد سوء اداره، ضعف من عنده، عدم قدره، غلس. وهذا قصدك هذا محمد عبد الامير علاوي اللي يرفع الدولار بالضبط اللي جانا من لندن، الجهبذ العظيم الكبير اللي يفتهم اجى البغداد هذا اللي سوى له مصيبه عندنا وراه صدر عليه القاء قبض من الحكومه هاي. وجا البغداد وادلى بي فاته وقدم لهم الكتب بانه انا بلغت مصرف الرافدين بعدم صرف الامانات وصرفت الامانات. زين لم يسألوا هؤلاء، لم يسألوا زين. لكن الشيء المهم قلت لك حجم المعلومات، واتفق ويا استاذ سعيد ياسين بانه بعض التفاصيل لا يجب ان تقال، وهناك اجراءات، ويقينا يقينا هؤلاء الذين اشتركوا في هذه الجريمه ثق يا استاذ محمد ما راح يفلتون. تمام، نقدر نشوف أبداً. نقدر نشوف ذول الكبار الحيتان الصدق، لان كان الكاظم بيمشي علينا سالفه الحيتان بذول الصغار على بوله، قال اذا الحيتان اذا بيتهم بالسجن وتفاصيلهم هوايه. نقدر نشوفهم ذولا بالسجن يعني؟ اذا تقولون اكو شغل واكو ناس جاي تشتغل. الجريمه متعدده الاركان. منها اعتبارا من مكتب رئيس الوزراء في حينها. يعني الكاظم مكتب رئيس الوزراء. زين. مدير المكتب بالضبط يعني. وهنالك مستشار وكان نائب سابق ليثم الجبوري سدد جزء كبير من المبلغ وهو يعني مجرد عموله يعني. بالنسبه لعضه كانت. هنالك في مصرف الرافدين، في شيء ثاني، في وزارة المالية، في التحويلات وبقية الضرائب وما شابه، وجزء منها راح غسل أموال. عموما احنا عندنا تحقيقات لحد الآن مستمرة، أي اسم يندكر يتم استدعائه. ليش؟ لأن حسنا فعلت هيئة النزاهة عندما تقوم بالإبلاغ المستمر. وهذا يضع الأمر ضمن لا تسعي ضمن مرتين، إذا أي اسم يذكر يستدعونه. أي لأن هذا صار ريعا. إذا ذكر واحد من الزعماء يستدعونه؟ لا ما يستدعونه. أنا أقول لك أنا كيف لك الموضوع. خلاص أنا كيف لك الموضوع. أنا كيف لك الموضوع. إذا الحرام الكبير، إذا الحرام الكبير ما حد يستدعي. اللي يقول لك الحجاج وقال لك استاذ دكتور غالب قال لك منو عنده توقيع؟ المدير العام والوزير عنده توقيع لو لا؟ زين قائد السياسي عنده توقيع؟ ما عنده توقيع. الجريمه تركب وش اسمه تثبت على صاحب التوقيع. يقول لا انت موقع تخلص نفسك تذب على غير واحد. اي بس هذا حامل حراميه، هذا حامل حرامية اليوم. هذا هسه احنا عندنا باق لو شرد باكر رشح لحرامي ثاني. والله العظيم اقسم اني شايف مواضيع بحيث احكي ب 2007 كبار ذا بها برقبه صغير، حصلت من هذا الصغير على ان يكون شاهد على هذا المسؤول الكبير. قلت له اخلي لك اسويك متعاون، اسويك حولك متعاون، اما تاخذ حكم اخف ولو اقدر اعفيك، ولكن اعترف على بالصحيح اذا شو اسم الجريمه انت تتحملها. فهذا الكلام يعني لكل المدراء العامين سبق ان حكيته، مدير عام يا مسؤول يا صاحب توقيع لا توقع، لا تقول تأتمر بامر الوزير او الرئيس، وقع حتى لان انت براسك الشغله. هذا الموجود. احنا ايش قد باقي من العراق لحد هذه اللحظه؟ اكو احصائيات؟ اي اكو يعني جزء منه مدقق. المدقق ايش قد؟ المدقق لحد سنة 2014 360 مليار دولار. لحد سنة شنو؟ لحد سنة 2014 2006. يعني دققوا الحسابات؟ لحد سنة 2000 وش قد؟
من 2006 إلى 2014. إيش قد؟ 360 مليار دولار. رقم مبالغ به. رقم مدقق. ما مدقق. رقم مدقق. وين مدقق؟ ديوان رقاب مالية. من الحرامية مالية. أتحمل مسؤوليتها. من الباقين ياهو. 360 مليار؟ إيه نعم. هاي حرامية. إيه لا بين 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 هدر. بين هدر بين سرقة. هذا الجانب والآن الآن المبلغ يتجاوز 450 مليار دولار، ويعني هذا الرقم يعني بأن تقريبا ثلث إيرادات العراق النفطية. ثلث العراق إيرادات العراق النفطية، والأربعمائة وخمسين كلام رئيس رئيس الجمهورية السابق. تمام. 150 لا 150 اللي هربت خارج العراق رئيس الجمهورية السابق قال أمين ناصر أخوي. يلا أخوي اختم من يمك انت. اختم على ياهم، اختم على جبالهم، اختم على الطملطم، اختم على اختم اختم على اختم على تاريخهم وجهادي، اختم على شنو؟ اختم على الضحك على الذقون. يعني الكل مشترك. يقول الكبير رحمه الله عليه بدر شاكر السياف يقول اني لا اعجب كيف يمكن ان يخون الخائنون ايخون انسان بلاده. هذه خيانة، هذه خيانة المسؤولية والخيانة للقسم، خيانة اليمين، خيانة الناس اللي انتخبوهم، خيانة الناس اللي يثقون بهم، خيانة للدماء، خيانة للمرجعية، خيانة لله سبحانه وتعالى. هذا مو هدر بالمال العام، أكو فرق بين هدر بالمال العام وأكو سرقة. بعدين أنت تعرف سبق وأن تحدثنا عن أن هذه المبالغ هي قسمت بالسرقة ما بين الكرد والشيعة والسنة. أيه. وهذه عندما قسمت طبعا الكرد معروفة وين راحت فلوسه، والسنة كذلك معروفة، شيعة قسم من عندهم أموالهم وفخرت بلبنان، يعني مصارف لبنان بالانهيار، وحكينا في حلقة وجنابك عن هذا الموضوع. أما القسم الآخر فيعني بالعقارات اللي تحدثنا عنها، وكذلك بشراء الدمم بهذا الفضاء المسموم والمملوء اللي ما خلوا مكان، ما خلوا أصبحهم فيه، بحيث أنت الآن تشوف العراق تحول إلى دكاكين 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 لهذا الحزب أو ذاك، لهذا التيار أو ذاك، والمواطنة كادت أن تكون مختفية. وعندما تضع أصبعك على الجرح وتقول أنت حتى تعالج أحيانا، لأنه حتى ما ينزف بعد العراق أكثر، يطلع لك مليون أبوك ويهاجمك، بعدين صارت الوطنية خيانة. أعتقد العملية التصحيحية لما حدث من هذا الخراب وهذا الدمار وهذا الهدر وهذا الفساد وهذه السرقة، بما أنه الموضوع عن سرقة القرن، أعتقد أن هنالك ثم سرقات أخرى وكبرى هي لا تقل خطورة عن سرقة القرن، المسكوت عنها في العراق. عندما يتصارعون ويختلفون لربما يكشف بعضهم أوراق البعض أمام تلك السرقات الكبيرة. إذا واحد راد يدقق بقضايا مهمة مصيرية بالسلاح، طبعا بقضية ملفات التسلح، بقضية الاستيراد من الخارج، بقضية الصادرات النفطية، يعني بقضية الجمارك، بقضية الموانئ، بقضية المنافذ، كل مفاصل العراق تكاد أن تكون يعني مخترقة ويعشعش بها الفساد. والنزاهة لوحدها ما تقدر يا أخوان، ثقوا بالله، يعني النزاهة الواحدة ما تقدر هسه، يعني إذا ما يكون هنالك جهد كثيف وحثيث من قبل المواطن نفسه. يعني أنا اليوم ما أنطر رشوة، لا يجبرني أحد على إنجاز معاملتي بالرشوة، فاللي يريد تمام. يعني اللي يريد ينطر رشوة هذا يسهم بالإفساد تمام. لكن الآخر اللي يروح يبلغ الجهات المختصة والتنفيذية ولا آخره. شكرا أمين. أمين وأسهمت. الزميل أمين ناصر من بيروت شكرا لك. طبعا احنا عندنا مشكله نطلب من الفاسد ان يعالج لنا الفساد، هي هاي قصتنا ترى، يعني هي بس على المختصر. اذا احنا نقول انه ما يعني بهاي الحلقه دورت على شغله واحده فقط، انه اكو واحد ما مشترك في قضيه سرقه القرن كنموذج عن السرقه عن السرقات الاخرى، ماكو واحد يقدر يقول انه ماكو واحد ما مشترك في قضيه سرقه القرن. لا ترى هواي ما مشتركين، هواي ما مشتركين. نعم هواي طلع لا حد. اي نعم نعم تمام. يعني هواي اي اكو. ما قلت له، ما قلت له بالحلقه اريد هذا بارقه امل محلي. انت مو ما عندي وقت، خلصنا وقتها لي وقتها الجريمه بيا وقت، هي صار لها سنه يخططوا لها تمام. سنه قبل
حكومة الكاظم كان وقتولها، يعني قبل سنة بحكومة الكاظم وقتولها واستمرت لهذا الوقت. أشكرك جدا دكتور غالب الدعمي، شكرا أيضا للأستاذ سعيد ياسين، أشكركم جزيلا الكرام، في أمان الله.